بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 116 اللي خاص بطاقة السيكوا سيرفر. في هذا الدرس راح نناقش الويندو فانكشنز ان سيكوا سيرفر. أنا محمد إماد عرفة، بهذا الدرس راح أتعرف على الويندو فانكشنز بداخل السيكوا سيرفر. أوكي، الآن جميع الفانكشنز اللي تعرفنا عليها في الدروس السابقة هي طبعا تعرف بويندو فانكشنز، ويمكن تصنيفها على النحو التالي اللي هو aggregate functions مثل average, sum, count, minimum, maximum إلى آخره. أيضا ranking functions مثل rank, dense rank, row number. وأيضا عندها هنا analytic functions اللي هي lead, lag, first value, last value. الآن جميع هاي الويندو فانكشنز تمام بما فيها هاي الكاتيجوريز تمام يمكن انه تشتغل معي فقط بوجود الاوفر كلوز. فبالتالي الاوفر كلوز هي بكل بساطه بتحدد لك اللي هو البارتيشن، طريقه تقسيم الداتا، وايضا بتحدد لك اللي هو طريقه ترتيب الروز بداخل اللي هو التيبل اللي انت بدك تطبق عليه هاي الفانكشنز او ما يعرف بالويندو فانكشنز. تمام، طبعا جميع هاي الويندو فانكشنز تمام لابد من انه يكون في لها ارجيومنتس، تمام، بمعنى او باخر لابد انه يتوفر لها شروط معينه. تمام، لاحظ انه هنا عندي الويندو فانكشنز جميعهم كانوا بيحتاجوا الى الاوردر باي، والاوردر باي هي بتعرف لك اللي هو خلينا نحكي الترتيب المنطقي لهاي الروز. وطبعا الاوردر باي هو وجودها اجباري لجميع الويندو فانكشنز. ايضا البارتيشن باي هي من النقاط المهمه تمام اللي خاصه بالويندو فانكشنز، واللي بتحدد اللي هو طريقه خلينا نحكي ترتيب او طريقه تقسيم الداتا. تمام، فبالنهايه هي بتحدد لك الريزلت سيت ضمن اللي هو البارتيشن. اوكي، وطبعا وجودها هو كان اختياري في هاي الويندو فانكشنز. لان ايضا في نقطه مهمه لم يتم التطرق لها تمام خلينا نحكي مسبقا اللي هي الروز او ما يعرف بالرينج كلوز. اوكي، طبعا الروز او الرينج كلوز هي بتحدد لك اللي هو حجم الروز ضمن البارتيشن. تمام، وطبعا عن طريق اللي هو تحديد اللي هو نقطه البدايه والنهايه للبارتيشن. الان اذا انت فعليا ما حددت عندي الروز او الرينج كلوز، فبالتالي راح يتم استخدام هاي الديفولت للروز او الرينج كلوز اللي هي بيكون انه الرينج بتوين الامباوندد بريسيدنج والكرنت رو. خلينا ناخذ مثال عملي بوضح ذلك. انا بروح مباشره على سيكوا سيرفر مانجمنت ستوديو، راح تلاحظ انه عمال بنعمل سيلكت ستارت من اللي هو خلينا نحكي او سيلكت اللي هو نيم جندر سالري من التيبل اسمه امبلويز، لان لو بدي اقوم بحساب الافرج لهي الروز فبالتالي بدي بكل بساطه اقوم بعمل عندي هون اللي هو سيلكت، ومباشره راح اقوم بكتابه عندي هون اللي هو الافرج للسالري، وطبعا راح اقوم بجلبها من التيبل اللي اسمه اللي هو امبلويز. لان لو باجي بعمل عندي هون اللي هو اكسكيوت راح تلاحظ انه الافرج سالري لهي الروز هي عباره عن 5450. لو جيت اطبقها عندي هون ضمن هاي الستيتمنت بحيث انه نحكي عندي هون اللي هو الافرج للسالري اللي هو خلينا نحكي ضمن اللي هو الكولم اللي هو اسمه سالري، ومباشره قمت عندي هون باستخدام اللي هو الاوفر، وعملت عندي هون اللي هو اوردر باي، طبعا هقوم عندي هنا باختيار السالري. اوكي، زي ما احنا فعليا شايفين. لو باجي بعمل عندي هون اللي هو اكسكيوت لاحظ انه قام بحساب عندي هون السالري. خلينا نجي الان نعطي عندي هون اللي هو alias name زي ما احنا فعليا شايفين، ومره ثانيه نعمل عندي اكسكيوت. الان لاحظ انه عندي هون اللي هو اول ريكورد موجود عندي هون اللي هو 1000، فبالتالي الافرج له 1000. الان بعد هيك السكند رول موجود عندي هون اللي هو 2000، فبالتالي قام مباشره بجمع ال1000 زائد ال2000 هو عباره عن 3000، وقسمهم على عددهم اللي هو 2، فبالتالي 3000 على 2 هو عباره عن 1500. لاحظ انه انا عندي هون ضمن هذا الويندو فانكشن اللي هو الافرج فانكشن تمام لم اقم فعليا بتحديد عندي هون اللي هو الروز او ما يعرف بالرينج كلوز، فبالتالي قام باستخدام اللي هو الديفولت فاليو لها، والديفولت فاليو لها هو عباره عن انه الرينج بيكون بين امباوندد بريسيدنج والكرنت رو. شو يعني امباوندد بريسيدنج؟ الامباوندد بريسيدنج هي فعليا بتمثل الفيرست رو، والكرنت رو هو فعليا انا الرو اللي بكون واقف عليه. لذلك لو بتلاحظ عندي هون الكرنت رو و الكرنت عندي هون رو والامباوندد بريسيدنج هو 1، فبالتالي رجع لي نفس الافرج. لو بنتقل عندي هون للسكند رو الامباوندنج خلينا نحكي الامباوندد بريسيدنج راح يكون هو عباره عن اول رو هو عباره عن 1000، والكرنت رو هو عباره عن 2000، فبالتالي اذا هاي هي حجم الريزلت ست، فبالتالي راح يجمعهم ويقسمهم على 2، فبالتالي هون كان عندي 1500. تمام، لاحظ انه نفس الشيء بالنسبه الى باقي الروز، لكن انا فعليا بدي اظهر الافرج اللي هي 5450 لجميع الموظفين. تمام، فبالتالي ما بدي احسب لي اياها لكل رو تمام لوحده. بالتالي حتى تعمل هذا الامر فبالتالي لابد انك تغير هاي اللي هي الرينج تمام او الروز كلوز ستيتمنت.
اوكي، فبالتالي بدي اتجنب هذا عمليا الريزلت، بحيث انه بدي اقوم بتطبيق ال 5450 لجميع الموظفين. حتى نعمل هذا الامر بكل بساطه لابد من انه نغير طبيعه عندي هنا اللي هو الروز او الرينج. فبالتالي رح نيجي نحكي عندي على النحو التالي، رح نقوم الان بكتاب عندي هنا اللي هو الروز، وطبعا عندي هنا الروز رح يكون between اللي هو خلينا نحكي الانباوندد بريسيدنج والالوا، وطبعا الانباوندنج اللي هو فولوينج. اوكي، فبالتالي الان تم التغيير فعليا من الديفولت فاليوز اللي كانت موجوده عندي هنا اللي هو الانباوندد اللي هو بريسيدنج والكرنت رو، الان راح اقوم فعليا بتغييرهم الى الانباوندد بريسيدنج ولغايه الانباوندنج اللي هو فولوينج. شو معناهم؟ الان بكل بساطه الانباوندد بريسيدنج هي معناها الفيرست رو، فبالتالي راح ياخذ 1000 رو، فبالتالي راح تكون عندي هنا السالري هو عباره عن 1000 ضمن هذا الرو. الان الانباوندنج اللي هو فولوينج لغايه اللي هو اخر اللي هو الريزلت موجودة عندي هون، فبالتالي إذا هي فعليا رح تمثل جميع عمليا الروز. فبالتالي رح يقوم فعليا بحساب اللي هو الأفرج من أول رو لآخر رو، وبعدك رح يقوم فعليا بتطبيقهم لجميع الامبلويز. أنا باجي بعمل عندي هون اللي هو execute، لح نقام فعليا بتطبيق 5450 لجميع الموظفين. اوكي، فبالتالي اذا هاي هي الفكره من وراء استخدامنا للروز او الرينج كلوز ستيتمنت. فبالتالي بدل ما كانت هي الانباوندد اللي هو بريسيدنج لغايه الكرنت رو، خلينا لها من انباوندد بريسيدنج ولغايه الانباوندد اللي هو فولوينج. اوكي، زي ما احنا فعليا شفنا. الان كمثال اخر، مثلا انا موجود عندي ضمن هذا الرو او السكند رو، وبدي احسب عندي الافرج للرو اللي قبله والرو اللي بعده، بمعنى انه لو اخذت ال 2000 وجمعتهم مع ال 1000 اصبحوا 3000، لو بدي اجمعهم مع ال 3000 اللي تحت فبالتالي هم 6000، فبالتالي لو قسمت ال 6000 تمام على اللي هو 3 اللي هو عدد الروز، فبالتالي حيعطيني عندي هون اللي هو 2000. مثلا لو اخذت عندي هون الالف وبدي احسب الافرج لإله مع الرول اللي قبله والرول اللي بعده، ما في رو قبله فبالتالي هو 1000، والرول اللي بعده هو عباره عن 2000، فبالتالي 3000 اقسمهم على 2 فبالتالي هم 1500. فبالتالي كيف بامكانك انك تطبق هذا الامر؟ الان بكل بساطه رح نيجي الان نحكي له عندي هون بدل اللي هو between اللي هو unbounded preceding، رح نحكي له عندي هون اللي هو between one preceding، وعندي هون and رح نحكي له one following. اوكي، فبالتالي رح يحسب الافرج للرو للكرنت رو مع الرو اللي قبله مع الرو اللي بعده. لو بجي بعمل اكسكيوت رح تلاحظ انه عندي هون الرو 1000 ما في شيء قبله، والرو اللي بعده هو 2000، فبالتالي 2000 زائد 1000 هو عباره عن 3000 قسمتهم على 2 هو 1500. كذلك الامر بالنسبه لباقي الروز. اوكي، اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا اليوم. بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.